المحامية سناء الشامي، وهي كانت تشغل منصب مستشار قانوني في مجلس حقوق المرأة وقضايا المرأة. وسألتها هل حضرتك فعلا شفتي تجارب طلاق بالطريقة دي؟ فكانت الإجابة بالفعل في حالات طلاق بتتم فعلا في السن الصغير ده، في حالات طلاق بتتم ما بين 20 ل 30 سنة، ومعظمها بيكون في العام الأول. طيب سألتها تاني، طب هم فعلا بيبقوا مستحملين يعني صعوبة الإجراءات والمحاكم والكلام ده كله في سبيل ان هم ينفصلوا؟ كانت الإجابة برضو هم عندهم إصرار ومصابرة على الطلاق، واللي لاقي الوقت فيهم هيطلق هيطول بيلجأ للخلع والتنازع عن حقوقها. ولفتت نظري حقيقة الفكرة تانية، ان ممكن بعد 20 سنة يتم الطلاق. ده بقى ليه بيتم بعد 20 سنة؟ لان هما بيكونوا خلاص خلصوا تقريبا كل المسؤوليات والضغوط، وخلال السنين دي كلها ما حصلش بينهم اي انسجام او توائم، ولما خلصوا مسؤولياتهم وتربية اولادهم اكتشفوا ان هما مش عارفين يعيشوا مع بعض، واكتشف كل واحد فيهم ان هما ما قدرش يحقق ذاته فلجأوا للطلاق. جميل جدا. طيب ارقام كتير قوي ممكن انا برهق حضراتكم بيها، بس انا الهدف ان انا ارصد الظاهرة بشكل واضح علشان لما نتكلم عنها ونحاول نفسرها ونحاول نصلحها، او نحاول نعرف على الاقل الاسباب ونقف قصادها ونوصل لحلول مع بعض من الجانب النفسي طبعا. تمام. الجواز اصلا سنة وضرورة، لكن احنا مش عارفين، او بعض الشباب بيلجأوا للزواج وهم مش عارفين هو بيتجوزوا ليه. ما تستغربوش، ده حقيقة. انا ممكن تجي لي حالة استشارة زوجية ولما اسأل الشاب او الزوج انت اتجوزت ليه، او اتجوزت الشاب البنت دي تحديدا ليه، ما بلاقيش اجابة. يصمت بعد شوية يقول لي عشان كان لازم اتجوز. وهي كمان اسألها انت اتجوزتي ده